السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم للا حنان، مرحبا. بارك الله فيك يا دكتور، لاباس؟ حياك الله للا، تشكرك على هذا البرنامج بزاف طيب. عزك الله اختي، مرحبا. دكتور عافاك، ما كنعسش في الليل. إيه؟ كيجينيش النعاس نهائيا. علاش ما كيجيكش النعاس؟ ما عرفتش، وتسنى ندير القرآن وداك الشيء عاد تنعس، ما عرفتش. شفتي الطبيب؟ مشيت عند الطبيب نفساني. اش قال لك؟ قال لي الاعصاب وصافي. عطاك شي دواء؟ عطاني الدواء وكان ما دار لي حتى شي حاجه. لا اله الا الله. حد دابا العلاج كله منين جاي؟ جاي من الفكر ديالك. دابا وربما غتاكلي الدواء، ولكن مادام العقل ديالك والفكر شغال عمره ما غادي الدواء ما غيفيدوش. خاصنا نسدو داك الباب ديال الفكر اللي دائما كيبقى يفكر. اكيد كتفكر في شي قضيه معينه، كتفكريها وتعاوديها، تقوليها وتعاوديها. دكتور مع انا اللي خدامه والزوج ديالي ما خدامش، ما عندوش شي خدمه. لا اله الا الله. ومع الكرا وداك الشيء المصاريف عطيت صافي، ما كان داك الشيء كردو لقلبي. خرجت لي واحد الولسيسه في الذاتي ديالي. اييه صافي. ملي مشيت درت موغرافي وداك الشيء قال لي راهي عمل الاعصاب. ما شاء الله. دابا انت ربما غير هزه هذا الهم ديال الصحه ديالك وديال الزوج ديالك وكتفكري كثير. ارمي الهم الى رب العباد، ارمي ليه الهم. الله تعالى هو يقدر وكيلطف وكيرحم. هذاك الشيء كاين دكتور، بغيتك تدعم معايا ودعي لي واحد الوليد حتى هو مريض ليا. الله يشافيه ويعافي لاله حنان. انت اختي ملي تبغي تنعسي كاين واحد الدواء كنستعملوه، الا درناه باليقين غيجيب الله فيه الشفاء. قبل ما ننعس كنتوضا على وضوء وكنذكر الله تعالى وكنختم كنقول اللهم اني وجهت وجهي اليك والجات ظهري اليك وفوضت امري اليك لا ملجا ولا منجا منك الا اليك امنت بكتابك الذي انزلت وبرسولك الذي ارسلت. هذا فوضت امري اليك، عقل على غير بوحدها. فوضت امري اليك، الانسان يفوض امره الى رب العباد، ما يبقاش هز الهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات، ونسأل الله تعالى أن يرحم جميع الأموات. ما نساوش الأموات ديالنا، راهم ماتوا وكينتظروا منا الرحمات. الدنيا كلها اللي احنا منشاغلين بها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. لو أننا رب العباد كشف لنا الستار غادي يلقاو المقابر اللي فيها الأموات كلهم مادين يديهم كيطلبوا منا الصدقات والدعوات. فنقول اللهم يا رب العالمين، يا مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات، يا غفار يا رحيم، يا لطيفا بالعباد. الوالدين ديالنا اللي توفاو والأجداد والأخوال والأعمام وكل من له عقيدة الإسلام، اللهم ارحمهم رحمة واسعة. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم اغفر لنا ولهم. اللهم لا تفتننا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم، واغفر لنا ولهم. يا ربنا اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم يمن كتابهم ويسر حسابهم، واحفظهم يا ربنا من أكل الديدان، احفظهم من ظلمة القبور. هم اليوم في كل وقت ظلمة القبور والدود. الله تعالى يجعل القبور ديالهم مزار للملائكة، يجعلها روح وريحان وجنة نعيم. يا ذا الجلال والإكرام اجعلها نور على نور. اللهم اجعل في قبورهم نورا، وعن أيمانهم نورا، وعن شمائلهم نورا، ومن فوقهم نورا، ومن تحتهم نورا، ومن أمامهم نورا، ومن خلفهم نورا،
ومن كل جوانبهم نورا. اللهم ادخلنا وإياهم الجنة بغير حساب ولا عقاب ولا عتاب. أيها الأحباب، هاد الشيء اللي كنهتم به في الدنيا راه كله زائل. هذا الدعوة ديال الخير لو عرفنا شحال كتساوي عند الله تعالى رب العباد كتسوى الكثير. ولو عرفنا بأن الأموات كيفرحوا بها واحد الفرحة عظيمة. لهذا ما نسوش الدعاء كل يوم للأموات من المسلمين والمسلمات، حتى قال في الحديث من استغفر للمؤمنين والمؤمنات الله تعالى كيعطيه حسنة على كل رأس مؤمن ومؤمنة. غير تقول اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، كل مؤمن في التاريخ عندك به حسنة. وتصور هذا الخير العظيم في كلمة قليلة أجرها وتوابها كثير. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.